كله تمام الحمد مساء لله، كله الأمور تمام. الحمد احنا لله. في وعكه كده، الكره المصريه الفتره اللي فاتت صعبه. ايه رايكم؟ لا الامور صعبه بيني وبينك، حال الكره المصريه صعب من المنتخبات الناشئين للفريق النادي الاهلي والزمالك، حتى المنتخب الكبير الامور كلها صعبه. يعني عارف بقى لها سنتين الامور رايحه في حته، عارف زي الاوضه الضلمه، رايح في الاوضه الضلمه. طيب في وجهه نظر بتقول دلوقتي ان احنا كفرق مصريه واللعيب المصري مش مؤهل او مش مجهز ان هو يلعب في بطولتين مع بعض في نفس الوقت بمستوى عالي. يعني تلاقي الاهلي في كاس العالم للانديه عمل ماتشات جامده جدا، رجع بيكسب في الدوري، بيتغلب في افريقيا المستوى وحش، الزمالك بيكسب في الترجي في الدوري، في افريقيا بيتغلب من امبي في الدوري. يعني هل احنا كفرق مصريه، بيراميدز نفس الموضوع كسبان في افريقيا وماشي كويس جدا، جه خسر من البنك الاهلي في الدوري، هل احنا فعلا الفرق المصريه او المنتاليتي او اللعيبه المصريين ما عندهاش او مش مجهزين ان هم يلعبوا في بطولتين بنفس المستوى؟ لو تيجي تبص يا كابتن كريم، احنا كده كده الاعلام بيوجد حلول هنقعد ندور نشوف ايه السبب. لا يعني انت بتوجد حلول ومبرر للعيبه عشان توجد مبرر للخساره. تمام. انت كده كده انت وراك ايه؟ انت كلاعب بتلعب في ليفل عالي في النادي الاهلي، نادي الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، اللعيبه ديت انا شايف ان دوت احسن اربع فرق موجوده في الدوري في مصر. يعني النادي الاهلي اللعيب، انا دلوقتي لعبت ماتش، عندي بعد ثلاث اربع ايام ماتش تاني. ليه اخرج؟ ليه اسهر؟ ليه ما اكلش كويس؟ ليه ما انامش كويس؟ ليه ما اعملش اريح نفسي؟ اعمل استشفاء كويس؟ كل دوت. اما اللعيب المصري دلوقتي هو عايز يخرج، عايز فلوس، وعايز يخرج، وعايز يسهر، وعايز يعمل كل حاجه وما يضحيش باي حاجه. احنا الجيل بتاعنا يا كابتن كريم كنا بنضحي بحاجات كتيره، في اوقات كتير قوي بنروح من المنتخب للنادي الاهلي، وتروح هنا للزمالك للمنتخب، كانت الامور كلها بتلعب بتضحي، وتلعب دوري افريقيا وتلعب دوري وبتلعب هنا وهنا، فبتضحي بحاجات كتيره. لا بتخرج مع مراتك ولا بتشوف كتير عيالك، وقاعد في معسكرات، وفي الاخر الحمد لله الواحد عمل اسم كويس وعمل تاريخ كويس وعمل بطولات كويسه، هو دوت اللي الناس في الاخر هتذكره في الاخر بعد ما تبطل. وبتعمل فلوس كويسه. انت دلوقتي بقى الموضوع بقى فلوس كتيره وانتاج قليل، ما دي كارثه. انتاج من اللعيبه قليل جدا. يعني عارف يا كابتن كريم، اللعيب دلوقتي بقى في استشفاء كويس، في فيتامينات كويسه، السفريات حتى بقت حتى حسن. السفريات خاصه يعني عارف. انت قلت حاجه، احنا مره في سفريه قعدنا في المطار مثلا 10 ساعات في المطار مستنيين ترانزيت طياره، لما كنا بنسافر بالذات الكاميرون والكوت ديفوار. انت عارف كانت طيارات خاصه دايركت على طول دايركت، 7 ساعات 6 ساعات. احنا كنا والله يا كريم كنا بنسافر يعني مع الكابتن حسن شحاته، رحنا مره كنا هنلعب الكوت ديفوار، نفس قعدنا 6 7 ساعات في المطار، ونمنا في المطار ونصحى بتوصل مش قادر مش قادر. فكانت الامور، انا شايف ان دلوقتي الامور كلها بقت كويسه، الامور كلها في الاحسن، بس المشكله ان اللعيبه مش مركزه.